زبير بنت عبد السلام سلوي، مستجي بنت سلوي، مسلمات بنت سلوي، كامراوي بن سلوي، سوبرتما بنت سلوي، عبد السلام محمد سيم مدركة، سترسنا بنت محمد السيم محمد عارف الأمن، سبونا افندي ارتينا الي شاندريواتي بنت سبونا افندي، اني سوبيكروتا بنت سبونا افندي، سكاك سنتين تومينسي بنت سكاك هرمانتا بربقوسوما بن سبراتيكانا سنتي وانياتين ثم والجنا وإليكم وآتنا وأمتكم وأمت المسلمين أن الله تغشى برحمة وسلم الجنة ويحتم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي، آمين. الفاتحة. أن الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صراط الرسول الكريم، ويدخلنا في سبيل الله للمفلحين ويمن بالشفاء لأسرانا خاصة وحنان المؤمنين عامة، ويجعلنا من الراضين المرضين الهادين المهتدين، ومن حضر هذا الجمع يرتب الله من المتقين الصالحين. وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به القلوب العارفين، ويكتبنا في ديوان عباد المتقين، ويثبت قلوبنا وألسنتنا على دركه ومحبته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي، آمين. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي
ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام السلام عليك زين الأنبياء.
صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودي أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالمه القدسي الواسع تجليا قضى في انتشاره فذي في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره في كثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثكلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل بقلب المنيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحميد يا لقلبي سروره قد
عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقى بقلب السليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك الصادق في قوله وفعله والمبلغان لله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة، وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم يا جل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسل بها الروح المصلي عليه به وينبسط في قلبي نور سلي تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف عسن بوجهه وحبه ما أثر الأكوان لنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. حب سيدنا محمد
الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيت تصوير في العالم المطلق الكبير أن جمال مسهود بالعين خاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي تنقل في بروجه ليتصرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم السادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الرقيم لهذه الخروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب
الحسن لا تفي بأجل معشار أوصاف ذلك الموصوف تسبيقا للسامعين من خواص المؤمنين ترويخا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تغرب الأقلام أن سؤوني خير الأنام ولكن هزني إلى تدويني ما خفت من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التسوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا من في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته قلم القرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الحديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين نسل وتر من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقوا سلب عبد الله فألقوه إلى بطنها فضمت وشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
الدرات المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وبديات بقرب دهور إسراك هذا السراج والأيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإطر الفرح بملاقة أشراف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والدهور فأثر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فحين قرب أوان ودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك
Yeah.
محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعتك إلي يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له من ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجأته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورؤب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرؤب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بدهوره وانتشرت في أكوام لوام نوره تسابقت إلى رضع المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات فنبت الحكم من العذرة العظيمة بوزة السوابق القديمة لأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته سيدة حليمة. وحين لاحظت العيون وبرز في شعنها من أسرار القدرة الربانية مجنونها نازل قلبها من الفراغ والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة إن الله حد مغفور. فأحنت عليه حنوا وماديا للبنين ورغبت في رضاه دمعا في نيل برغات الذي شملت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضنته وتربيته بالعين الرحيمة.
فأجابتنا بتلبية داعية لما رأت من ستها في حسن التربية ووفور دواعيها فترحلت به منازلها مسرورة وهي برعاية الله معفوفة وبعين عنايته مندورة فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دل على أنه أشرف الأرض والسماء أشرف مخلوقات قد تشارفها وتنوى ضعيفتان ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان وقدرت الشارف أشياء من الألبان بما حير الأقول ولدتان وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائبه معجزاته ما تكر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى وجهت الملائكة تسب بالتعصيب والإكرام بالشرف الذي عمت بركته العنام وهو يرأى الأغنام فأنجو على العبد إن جاء التشريف نشكه بطنه شكا لتيم ثم أحرجه من قلبه ما أحرجه وعوده فيه من أسرار علمي والحكمة ما أودعه وما أحرج الأملاك من قلبي عذا ولكنهم زادوا طورا على طهر وهو مدانك في قوة والثبات يتصفى من سدور القدرة الإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مرضعة الصارعة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتعوفت عليه من حادث تعشى ولم تدري أنه ملاحد بالملاحدة التامة من مولاه فردت إلى أمي وهي غير صحية بفراقه ولكن ما قام مامس القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فنشهد صلى الله عليه وسلم الأكمل الأوصاف يحفو من الله جميع رعاياته وغامر الألطاف فكان يشف اليوم من شباب الصبي في الشهر ويدار عليه في السباع من شرف الكمال ما يشهد له بأنه السيد ولا ديادم ولا فخر ولم يزل وجهه سوري الطارئة والكائنات لأهلي حافلة ولأمره طائية فما نفث على مريض إلا شفاء الله ولا توجى بغيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده ومنت له من نس الشباب والكهولات مدة فأجات الحضرة الإلهية مما شرفت به وعده فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب فتلى عليه لسان ذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل من تلك الحضرة من جوامع الحكام قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظم من جارة أو صلة يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان ويدتب بشار الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم والإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ
تحمل أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بصيرة فأجابوا بالإذعان من كان له بصيرة منيرة وهي إجابة سبقت بها الأقضيات والأقدار تصرف بسبق إله المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحاب هذا الدين وأكبت بسدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أسرف أهل الأرض والسماوات فمنها تكثر القليل وبرء العليل وتسلم الحجر وطوعة الشجر وانسقاق القمر صلى الله عليه والإخبار بالمغيبات وحنين الجد الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات ومع ظهورها وانتشارها سعيد بها صادقون من المؤمنين وسكي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين وتلقوها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوسول صلى الله عليه وظهور آية الله الباهرة في ذلك المعراج تشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج صلى الله عليه فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين الجبريل إلى حضرة الملك الجليل بعد التشريف والتبجيل صلى الله عليه فما من سماء ولا جهة إلا وبادره أهلها بترحيب وتكريم والتأهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله والشريف منزلته لديه صلى الله عليه تجاوز سبع طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية وأمير النفحات القربية وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات وأنته بشرف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات صلى الله عليه يا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات رتب تسقط الأمان يحسرى دونها ما وراءهن وراء صلى الله عليه عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها معقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليه فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولده من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان
تلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها صلى الله عليه. لا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها، خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يطمع طامئ في الاطلاع على مصدورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورسبة عزت على غير سيد المرسلين صلى الله عليه. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. حيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه صلى الله عليه. فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فأنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية، فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يكف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر صلى الله عليه. فإن العناية الأزلية تبعد ولا أخلاق إنسانية، وقامت في صورة حسنة بدرية، ولقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بخمرة، واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة صلى الله عليه. وله الاعتدال الكامل في مفاصله وطرافه، والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه، لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة، فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة صلى الله عليه. إذا تكلم نصر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر، تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد محروقا في الوجود على مثاله صلى الله عليه. سيد دهكم التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء، رحمة كله وحسم وعزم ووقار وعصمة وحياء صلى الله عليه. معجز القول والفعال الكريم الخلق والخلق موسط معطاء، وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب، فيفود سريع المشي من غير خباب، فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أو صوفي مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلت أو سناه لها لا صلى الله عليه. حبيب يغار البدر من حسن وجهه، تحيرت الألباب في وصف معناه، فماذا يعرف القول عن وصف يعجز الواصفين، أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين صلى الله عليه. فمرت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخسى فيه، وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه، فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم. اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته البطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم سنى الناس خلقا وخلقا وأوله إلى مكارم الأخلاق سبقا أوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن أشريط به تعطر الطرق والمنازل وبعرف ذكره تضيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاته العلم من وقائع مولد النبي الكريم حكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم التعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأكرام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الخطوة كما يسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع شان يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان يا رفيع يا ربي
فقد أتاه الله بالفرج. صلى الله عليه وسلم جلس في مشهورا وفي اللي فيه محمودا وليكتب عملي في الأعمال المقولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من لا تتوجه الأمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحت الرحال فتكشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيد
سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع يمانتك وحفيد سرك وحامل راية دواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كشي إرشاد لأهل الوداد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المعبوب الخالص المعصوص منك من أجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ذكراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك من شرف مقام العظيم حيث لا حدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتفضل في جميع أدوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا بمنيتنا وأعمالنا وتجعلنا في عطرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي التراك اتباع من السالكين ولحقك وحكي من المعدين ولأهلك من الحافلين اللهم إنا لنأتمع في رحمتك خاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحجبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك متشفعين أن تقابل المجرم منا بالغفران والمسيئ بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزر وولاه وظاهر وأم ببركة وشرف وجد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدمرة قوي جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وجرامتك لعبادك المؤمنين أجمعين واخفي شر المعتدين والظالمين وافتت العذاب بالأجر جميع النواحي والأقطار وأيتم بتأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفر واجعلنا يا ربي في العز العز من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في العمل بطاعتك وصدق في عدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واعتم لنا منك بخير أجمع وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبي الصلاة يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين.